البرنامج نوهنا أنا وحسناء عن الموضوع، موضوع جدا مهم، وهذه الحملة أيضا جدا مهمة. أنا التسمية كلش حبيتها فعلا، يعني هي شيء بحد ذاته يدل على الإنسانية والمساعدة بنفس الوقت. إذا مشاهدين الكرام، محور حلقتنا لهذا اليوم والحملة اللي أنا كلش حاب اسمها، اللي هي منعوفكم. منعوفكم، مثل ما أنه إحنا دائما منعوف مشاهدينا، ودائما نوافدكم بكل ما يهمكم وكل ما يشغل الشارع العراقي. فحملة اليوم راح نحكي بها أنا وياك ويا ضيفنا الحلقة هذا اليوم أيضا بتسمية منعوفكم. اليوم راح نتعرف على شاب عراقي اللي هو حقوقي وروائي وكاتب، اللي هو حمزة عيسى. هذا الشاب بدورة راح يحدث لنا عن كثير من التفاصيل لهذه الحملة، اللي شفنا عدة فيديوهات من عدها على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض منها أصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن خفايا هذه الحملة، كل الأمور الإيجابية اللي خلف كواليس هذه الحملة مو كل اللي نعرفها. لا أنا لا حسناء ولا المشاهدين أكيد يعرفوها. كل تفاصيلها نتعرف عليها من خلال ضيفنا لحلقة هذا اليوم حمزة عيسى. فعلا، يعني هذه الحملة اليوم يا مصطفى وأيضا مشاهدينا، هي تأثيرها أو أثرها على نفوس هواية الناس كلش كبير، وخاصة نعرف اليوم الناس هم بالوقت الحالي بأمس الحاجة لمثل هذه الحملات المعنوية اللي بها أيضا مساعدة مادية، خاصة هي انطلقت بأغلب محافظات أو بعض مناطق العراقية. صح. طبعا انطلقت هي بفترة جدا حرجة، يعني بأيام ثورة، أيام كورونا، أيام الأزمة الاقتصادية اللي هي ارتفاع الدولار، اللي مستمرة هذه الحملة لحد الآن رغم كل المعوقات اللي تواجهها. طبعا قبل ما نبدأ الحديث مع الشخص المعني اللي يقف حملة منعوفكم اللي هو حمزة عيسى، خلي نشوف فيديو نبذة عن أحد الأعمال اللي لاقت انتشار واسع بكل مواقع التواصل الاجتماعي على أثر المساعدة اللي تلقاها شخص من خلال هذا الموضوع، يلي الحملة هذه اللي تعرض لها أحد الأشخاص واللي ناشدهم بأنه يساعدوا. فخلي نشوف إحنا وياكم هذا الفيديو وبقية تفاصيل الشخص يلي ناشدهم واللي فعلا قدموا له المساعدة وما قصروا أبد. يا ناس يا عدل، بيتي وعدل يفل أسماعد بيت لازع دخيل نفسي لكو عمال أشتغل به، قاعدين بالشارع وحق علينا بطالب الشمس كتلتني. دخيل الله تخيكم يا الحكومة، دخيل الله تخيكم، دخيل الله تخيكم اللي جيتي خليتوني. أكيد هذا الفيديو اللي شفناه وياكم هي الرجل اللي ناشد الخيرين، أكيد لأنه هو ما عنده أي مأوى، ومن خلال حملة منعوفكم هم اللي قدموا له هذا الدعم وقدموا له هذا المنزل اللي اشتروه إلى ولعائلته، لأنه تشرد
بسبب ضعف حالته المعيشية، بسبب العوز المادي اللي هو به بمحافظة البصرة، وهم اللي قدموا لك كل هذه المساعدات في حال أنه كان لازم الأول والأخير والسباق بهذه الحملات والمساعدات الحكومة العراقية. لكن اليوم ساحب أيديها من كل احتياجات المواطن العراقي واللي هي أبسطها، يعني مستحيل أنه إنسان ببلده ما عنده داخل بلده وطن يقوي فعلا. فكل التفاصيل وكل هذه الأمور وحملات المساعدة اللي راح نسردها لكم واللي راح نتعرف عليها أكثر من خلال ضيفنا لحلقة هذا اليوم، عيسى. صباح الخير. يوم جديد مليء بالسعادة. حمزة عيسى نورتنا. حمزة عيسى يسعد صباحك. صباح الوطن، صباح العافية، صباح الابتسامة. يوم جديد مليء بالحب والسعادة والتكافل والترحم عليكم وعلى جميع المتابعين. حياك الله وكل الهلا، وربي يعطيكم الصحة والعافية على المجهود والمساعدات الإنسانية اللي تفرح اليوم كل شخص محتاج لكم. هذا احنا ما نعتبرها مساعدات إنسانية، لا مستحيل. هذه عوائلنا وهذه ناسنا وهذه أهلنا، وما ممكن احنا اليوم نبقى فقط نشاهد اللي جاي يصير. ذولا كلهم هم احنا طبعاً. واحنا عراق مصغر، عندما نفقد جزء او نشاهد انه جزء يتأذى او يتألم، حقيقة احنا اللي نتألم. فهذه عوائلنا، مو حقها علينا، لا، ينفرض علينا الواجب. طيب حمزة، انت درست قانون وكاتب رواية بنفس الوقت، شنو اللي خلاك تتجه لهذه الحملات الإنسانية؟ حدث أو موقف صادفك اللي خلاك تتجه لهذا المكان؟ حقيقة احنا مو اليوم نجيها من باب التأثير والشعور، لا، لكن أنا هذا وطني وهذا بلدي، كل شيء ينبع من عنده هو تابع لي. أذيته تأذيني، نجاحي اعتباره إلي. فاللي جاي يصير حاليا اليوم، كل شيء مليء بالكبت. تطلع للشوارع، الشوارع مليئة بالشباب اللي يبيعون قناني الماء والكنيليكس فكل هذه المشاهد هي عبارة عن مشاهد من الكبت. هذه المشاهد ترجح على كم الفوضى والانقسام داخل الشخص. يعني ما أعرف أنه الجميع يشعر أو ما يشعر، لكن هذه أنا اللي أشعر به. هذه مسؤوليتي ومسؤولية كل شخص يعتق يعني هذه أنت الأمور. من باب حس المسؤولية دخلت لهذا المجال التطوعي. نعم. يعني ماكو أي موقف صادفك مثلاً خاص بيك أو فات حدث هو اللي خلاك تبدي بهذا الحملات؟ أستاذ، إحنا بالعراق إحنا مليئين بالأحداث، مليئين بالمشاهد المؤثرة، مليئين بكل شيء يدعي للمساعدة والتعاون. شنو الموقف المؤثر اللي خلاك تتجه لهذا العمل التطوعي؟ الموقف المؤثر ثورة تشرين المباركة. زين. احد المناشدات جتني على مواقع التواصل اللي هو على حساب الانستغرام، فامرأة ناشدتني على احد الشباب اللي مصابين بالثورة. زين. فحقيقة انا يعني كنت انه عندي عمل بالمجال التطوعي، لكن حقيقة صوت المرأة عندما الجوع والمأساة اللي عاشتها هذه العائلة اللي وصل الداخلي، وابعد نقطه بداخلي انه الجوع منتهك حقوق الصوت، لدرجه انه الصوت لحد هذه اللحظه ما يطلع من راسي. شنو اللي قدمتوه لهذه العائله ولهذه المراه؟ اللي قدمناه طبعا هو ما يصير ينذكر، لان احنا عندنا نوعين من العمل، اللي عمل اللي خلف الكواليس والعمل اللي وصلنا عن طريق الترند. طيب. يمكن اكو كثير من الاشخاص يقولون ليش تنشر المناشده وانت مطلع وجهها؟ فهذه عن طريقكم انه اقدم هذه الرساله. بالاول هي دعوه للانسانيه فعلا، اكثر مما هي دعوه اعلاميه او شخصيه. اليوم المناشده عد ما تجي عن طريق الترند، يعني تجي هي مناشده مكشوفه بالصوت والصوره. هذه المناشده يترتب عد ما تتوثق كذلك بالصوت والصوره. ليش؟ انا ابن هذا المجال، فعد ما اوثق هذه المناشده، لان اكو كثير من الاشخاص يستغلون هذه المناشدات. فاحنا عد ما نوثقها نقطع سبيل الأمور الأخرى عن طريق هذه الأشخاص. زين حمزة، اليوم مجال المساعدات الإنسانية، شنو اللي ضافت لك أمور، معتقدات، أفكار، مفهوم جديد؟ شنو اللي غيرت مفهوم أو معتقدات حمزة اليوم عن الحياة بصورة عامة وعن العراقيين تحديداً بهذا المجال؟ هذا المجال من دخلت له شنو اللي غير عندك؟ طبعاً الشيء بالشيء يذكر. أنا قبل قليل أجان البوحة منزل مناشدة على حسابي. زين. المناشدة محتاجة 40 ورقة، 4000 دولار وتكمل العملية مالتها. طيب. وأنا قبل شوية كنت قاعد قبل لا أدخل الاستديو،
اكو بنت يعني بنت صغيره ما يقارب عمرها 13 او 14 سنه قالت لي دخلت لي دزت لي كارت اسيا ابو الخمسه رصيد قالت لي هذا تبرعات واني اسفه قلت لها لا كلش جيد والله يبارك بكم قالت لي استاذ بس انا اعتذر من عندك ترى هذا جبته بالدين اوف يا عيني فحقيقه انه كثير من الاصدقاء والمتابعين انه هم اللي يدفع الف دينار واللي يدفع كارت ابو الخمسه اقل ما يملك فهذه الناس يتوجب حبها واحترامها وتقديسها. طيب انت تسمع مناشدات الناس وتساعد الناس، اليوم من يسمع مناشداتك؟ انت كخريج قانون. نعم. لا انا بعدنا متخرج ارجو المعذره، انا مرحله ثالثه، بس اللي يسمع مناشداتي انا اليوم كثير ادمان تسال الحملات التطوعيه او المنظمات او المؤسسات او الفرق التطوعيه. ادمان تبعث لهم مناشده وانا كثير من المناشدات يمي. فعد ما اوزع من المناشدات اللي يواجهونه الفرق التطوعيه او العمل التطوعي بصوره عامه الماده. فاكو امر اخر اللي هو اكبر من الماده. اللي هو؟ التعاون. التعاون في ما بين منو ومنو تقصد التعاون؟ في ما بين الفرق التطوعيه اللي تساعد. يعني هسه هو الشيء بالشيء يذكر والاحداث متسلسله، هذه الحاله مال رمضان اللي اخذنا للبيت. صديقنا الإعلامي بكر خالد نعم. ناشدنا عن طريق هذه المناشدة استجاب للمناشدة تكفل يمكن بشخص نعم أي كل الحب والاحترام لحضرته فعن طريق الإعلامي بكر خالد وصلت هذه المناشدة وتمت خلال 4 أيام تمام مو بس هذه لا أكو أمور خلف الكواليس يمكن أضعاف حالة رمضان أكيد فاحنا اللي حاليا انه اخر تفكيرنا هو انه شلون ندعم ومنين نجيب الماده، لا هذا مو تفكيرنا. وهم جاوبتني على اللي قلت لك عليه. وهو من يسمع مناشدتك انت اليوم كخريج تريد تتخرج وتريد تتعين وانت تسمع مناشدات الناس. انا ما اوجه المناشده للسياسيين نهائيا. شنو السبب؟ ما حقك اليوم؟ لا اكو بيت شعر ما يحضرني المن يقول ناس ما يسون خاشوقة شكر يعني ما تترجى شيء من عندهم غلط حتى لو تناشد غلط اترجاهم غلط ناس فاقدين الشرعيه على شنو اترجاهم؟ على شنو انطيهم شرعيه بصوتي؟ انت ما تترجى انما تطلب حق مشروع هم ناس إليك. هم ناس غير مؤهلين لهذا الحق هم ناس غير مؤهلين بمكانهم على من يا باب انه اني اروح انطيهم شرعيه بصوتي لا غلط ولا اخليهم ببالي اصلا. طيب اريد اعرف منك شنو فكره ومفهوم حمله منعوفكم ولاي هدف واي رساله انطلقت هذه الحمله؟ يعني شنو الحمله الاولى اللي قامت بها منعوفكم ومن عندها انطلقت؟ الحمله الاولى طبعا احنا قبل حمله احنا كل سنه نطلق حمله بيتنا انه هي تقريبا 2017 ترميم المنازل لكن بدون تغطيه اعلاميه. حملة صحتك اللي هي الإرشادات يعني طيب. كل سنة إحنا نطلق حملة لكن حملة منعوفكم جت بمواكبة أحداث كل الصعبة بمواكبة أزمات حقبة بعد حقبة الحقبة الأولى والأزمة الأولى اللي هي أزمة المصابين والجرحى عند ما يروح جرحى الثورة عند ما يروح للمستشفيات يضاعفون عليه الأمراض أنا بيوم من الأيام كانت أعمل بالسلات الغذائية قبل لا أتوجه للمصابين والجرحى فزاد عندي مبلغ ما يقارب 1,000,000 دينار عراقي فهذا المبلغ عندي زايد فقلت انه اتوجه به للمصابين والجرحى بالمستشفى فدخلت لاحد المستشفيات الحكوميه العامه حقيقه لقيت انه احد الطوابق عباره عن اموات سريريه اللي عين ما عنده اللي خشم اللي ساقه اللي بكليته يعني حقيقه مهمومين بالضبط ومتروكين. هذا الطابق انه متروك والكل عايشين على شيء اسمه مسكن الام ومغذي فقط يعني شخص عين ما عنده حاطين له مغذي او شخص مضروب وطالع احشاء يخلوا له مغذي فحقيقه انه توجهت حتى اكون جدا صريح بديت اسرق الحالات من المستشفيات الاهليه العفو الحكوميه ونعالجها بالخاص على حسابنا نعم هذه المصداقيه والامانه الحالات طيب يعني تتفقوا ويا عوائلهم انه يطلعوهم من هذا المستشفى نعم من مستشفى ثاني نعم انه انا كذا مره تلاحقت وتهددت من كثير من الاشخاص لكن استخدمت اكثر من اليه انه ارسل بناتنا صديقاتنا او ارسل اخواننا اصدقائنا او كذلك اطباء من نفس المراكز الصحيه يتعاونون وياي بالحاله ويوصلوني بعائله الحاله
والتواصل المباشر. طبعا انت هسه تحكي عن الحملات العديده، اريد اعرف من عندك كم حمله انسانيه نفذتوا لحد الان بما يخص حمله منعوفكم، وهل يا ترى هي اليوم صارت بكم محافظه؟ اذكرنا ايضا محافظات. نعم. او تقتصر على المحافظات لو على اي مناشده توصلكم انتم تتوجهون لها مباشره. حمله منعوفكم هي من توك للبصره. حلو. بكل قضاء وبكل منطقه وبكل محافظه عندنا احد الابطال. ممتاز. تمام. فماكو شيء اسمه عندنا مناشده تتاخر 10 دقائق. اها حلو. نعم. زين كم حمله مساعده نفذت ومن بدايتها؟ والله حقيقه كاحصائيه ما نقدر نحصى السلات الغذائيه لان كثير، لكن كاحصائيه بيضاء احنا نسميها تقريبا. اي كاحصائيه بيضاء. العمليات الجراحيه اللي اجريناها 411 عمليه ما شاء الله. نعم كلها عمليات الحمد لله باتت بالنجاح. الجرحى ومصابين الثوره وكذلك واجهنا بها كثير من الخطوره والخطوره الشخصيه طبعا. اما اللي واكبناها مباشره الحمله الاخرى اللي هي بوقت ما كانت بغداد حجر منزلي وبغداد ساقطه بالكورونا. فالى هذه اللحظه يعني اخر حمله شنو كانت اللي قمتوا بها؟ احنا ما عندنا شيء اسمه اخر حمله. لا يعني هاي مؤخرا، خلينا نسميه مو اخر حمله، مؤخرا. احنا حاليا ما عندنا شيء اسمه اخر حمله، اللي عندنا لحد هذه اللحظه نستلم الحالات الصعبه، العمليات الكبرى، المناشدات اللي ما تقدر الفرق التطوعيه والمؤسسات تسددها. لكن هذه الفتره يعني هسه الفتره هاي الانيه متوجهين الامرين، امر البلازما، بلازما الدم، وامر الاكسجين. يعني على سبيل المثال احنا شبابنا وولدنا يعني بالاخص ببغداد يتمركزون بمستشفى اليرموك ومستشفى الكندي ومستشفى الكرامه ومستشفى الامام علي. بكل هذه المستشفى عندنا فريق، هذا الفريق عندما يشوف اكو نقص بالاكسجين لا مباشره نسدد الحالات. نعم. ضروري بهذه الفتره. نعم. حرجه. حلو. طيب على ذكر المساعدات، شلون تقدرون تقيمون انه هذه الحاله بحاجه الى هذه المساعده وفعلا تستحق هذه المساعده؟ وهل التبرعات الماديه وغير الماديه انه بيناتكم انتم كفريق تطوعي لو تستقبلون تبرعات من اشخاص؟ نعم. بالنسبه للحالات اللي نستقبلها احنا عندنا قلت لك بكل منطقه وبكل محافظه عندنا فريق تابعين الحملات منعوفكم بالتعاون، او مرات يعني مناطق ما عندنا بها اشخاص لا نتعاون مع فرق اخرى. تمام. كل حاله نستطلعها ميدانيا لان هذه امانه محمله علي ومحمله على الاشخاص اللي راح يناشدون لي بالحاله. تمام. فنستطلع الحاله ميدانيا، في اذا حاله عندها امراض او عمليات نقوم بكل الاجراءات من جديد. زين. عندنا تعاون ويا كثير من المختبرات بالعراق وكثير من الاطباء وكثير من الجراحين بالعراق متعاونين ويانا جدا متساهلين ونستطلع الحاله ونكمل اجراءاتها. اما بخصوص البلازما الدم يمكن انه احنا اللي جاي نواكبه حاليا هو بلازما الدم والاكسجين. يعني بغداد اليوم كلش زينه ممتازه، لكن اليوم عندنا بابل، محافظه بابل، ما يقارب يوميا من 200 الى 300 الى 400 طلب بلازما. أها. نعم. فوصلت عندنا الاحصائيه لحد البارحه 71 ألف حالة بلازما احنا رابطين بين المتبرعين وبين الحالات. حلو. والأكسجين وصل عندنا 31 ألف ملئ، وبالإضافة إلى القنان الشراء. ربي يبارك. الله يبارك. يعني أكو تبرعات من أشخاص. التبرعات أتكلم لك شوي عن التبرعات. التبرعات احنا في فترة جدا حرجة. في فترة الجميع مستنزف، الدعم المادي مستنزف، كذلك الموظفين. يعني في بداية الأمر كان أكو دعم جيد، لكن اليوم لا، الدعم جدا ضعيف. فخلقنا من العدم شيء. عاشت ايديك. نعم. ممتاز. اكو شباب رسامين زين كلش حلوين ولطيفين، من شباب ومن بنات، فذولا جمعتهم بجروب زين. هذا الجروب انه بيج عندنا للرسم تابع، ننشر البيج انه هذا البيج يرسم لوحاتكم مقابل الرصيد ابو الخمسه اسيا، هذا الرصيد احنا نجمعه ونبيعه ونحوله الى مبالغ ماديه. حلو. فهذا الشاب او هذه الشابه اليوم حقيقة ينكسر ظهره 3 ساعات 4 ساعات في رسم هذه اللوحة مقابل 5000 دينار. هذا الحس الإنساني والتعاون. نعم. الموجود أكيد طبعاً. أريد قبل ما نكمل حديثنا يعني حكيت على تجهيز قنان الأكسجين والمستشفيات، خلينا وياك نشوف هذا الفيديو والناس يشوفون. تمام. هذا الفيديو الخاص أنه كيفية تجهيزكم لهذه القنان الغاز لتجهيز عدة مستشفيات من اليرموك والكندي أعتقد. نعم. قلت. نعم. وأيضاً بعدة محافظات أخرى جهزتوا قناني الأكسجين. خلينا نشوف وياكم هذا الفيديو. حمزة نرجع لك على الفيديو اللي شفناه عن حملة اللي قمتوا بها بتجهيز مستشفيات حكومية بقناني الغاز، وذكرت نقطة اللي هي أكو قناني ملأ
وقناني شراء. نعم. بالضبط. قناني الملأ ذكرت انه هي اكثر من 31,000. نعم. والشراء اللي ما تتجاوز 200. بالضبط 200 قنينة. نعم 200 قنينة، ممتاز. يعني اليوم مستشفيات بأكملها وبكبرها ما قدرت ان تقوم بهذا الموضوع، لكن اليوم انتم بجهودكم الشخصية اكيد ربي يبارك بكم قدرتوا توفرون قناني الغازي اللي هم خاصة بالوضع الحالي وبتزايد حالات كورونا الناس بأمس الحاجة إلها. نعم. زين خلينا نرجع مرة ثانية على موضوع اللي ذكرته قبل قليل، انه انت اليوم اكو هواية حالات انت والشباب اللي قمتوا بمعالجتها من الجرحى المصابين. اصعب حالة مرت عليكم من بداية الحملة ولحد الان حالة صعبة قدرتوا تعالجوها، وهل يقتصر انه هذا العمل على المنظمة او من خلال حملة منعوفكم يلي هي تكفلت باصعب حالة مرت عليكم؟ يعني يمكن ما تنساها ومأثرة بيك. والله جميع اصعب حالة اكيد اكو حالة بقت راس خبالك. احنا ما نستلم حالة مصابة حقيقة للامانة في الحالة، لكن اكيد يعني ما معقولة كلها بنفس المستوى. المستوى صح. الحالة الصعبة حالة علي جاسم اللي هي ترقيع عنده وعنده تليف بالكبد. علي جاسم مشكلته مو مشكلة علاج، يعني ذا يم العملية زين. اوكي جيد، احنا هذا اليوم هذا الروتين كل يوم نمر به، لكن المشكلة هو شخص ما عنده عائلة موضوع نفسي خلينا نقدر نقول. لا هو شخص اصلا عائلته يتيم وكلها بالانفجار مال الكاظمية. نعم. فأقرباء كلهم ناس بالخارج وهو انضرب بساحة التحرير وحيد. نعم. علي جاسم عندما جهزنا المبلغ مالته، هو كان 6 مليون، جهزنا المبلغ مالته وتوجهنا به الأول الدكتور، الثاني الدكتور، الثالث الدكتور، استقبل حالته. 6 مليون خلال ايش قد قدرتوا تجمعوها؟ على ما اعتقد يمكن اسبوع. ممتاز. نعم. احنا مبلغ رمضان جمعناه خلال 4 ايام. نعم. علي مشكلته مشكلة قانونية، وبنفس الوقت هو متظاهر. ما استقبلوا الأطباء بفلوسنا، احنا جايين نعالج بفلوسنا، لكن ليش؟ ما استقبلوا لأن بالأول بالدرجة الأولى متظاهر وبالدرجة الثانية ما عنده حتى مستمسك. تمام. فأني كل العمليات اللي جريتها أنا أوقع عليها شخصيا بمسؤوليتي. نعم. فشي يصير بالحالة أنا بمسؤوليتي ومتحمل كافة المسائل القانونية، لكن علي رضى وحتى أنه أنا أوقع عليه الدرجة. نعم. أها. نعم. طيب وشنو اللي صار بعدها؟ اللي صار بعدها أنه رفعوا عليها دعوة أنه هذا شخص جاي يعالج ناس من الشارع، وناس ما تعرف انه دول ناس ما يعرفون دول منين اصولهم، ما حد يعرف اي مستمسك عنهم. زين مصير علي شنو كان؟ لا الحمد لله هي بالتالي جرينا العمليه ونجحت العمليه الحمد، لكن جريناها بشيء اسمه رشوه. اعرف انه هذا الشيء غلط تمام، لكن اكو حاله طبعا، اكو حاله تستغيث حالته بخطر، فاني قدمت امر على امر اصعب واسعف من هذه الحاله. نعم. فانطيت رشوه وجرى العمليه. طيب وعلي وين اليوم؟ علي والله هو موجود حاليا على ما اعتقد، انه انا قبل 3 ايام عرفت بيه انه هو بكركوك. تحياتنا اليك. تحياتنا للجميع. طيب حمزه، هذه الحملات راح تستمر لو لها حد معين وراح تتوقف وبعد راح تتجه لعمل انساني ثاني؟ طبعا بس اكو في التنويه بسيط. طيب احنا عائله اكثر ما احنا حمله. نعم. فاللي وياي هم مو اعضاء ولا اصدقاء ولا اخوه، لا هم عائله. إذا ينفقد واحد من أتها راح يضرر الجميع أو يلتحم الجميع. فحملة منعوفكم هي عائلة. يعني على سبيل المثال إحنا عندنا 11 مجموعة، 11 جروب، كل جروب خاص بأعضاء، والأعضاء شغلها متبادل بياناتها، فهذه الأعضاء تواجدها بالمجموعة أكثر مما تواجدها داخل عائلتها الشخصية. نعم. فعلى يعني هسه أنا اليوم الساعة 5 الصبح الشباب والبنات يلا ناموا، باقين يدورون على ربط مال البلازما. الساعة 8 لازم يربطون، راح ينامون 3 ساعات أو ساعتين باليوم في سبيل إنه يوفرون البلازما، بلازما الدم المصابين كورونا. فتواجد الشباب هو اللي يدعي للاستمرار. أكيد أكيد. نعم. تحياتنا لهم وربي يبارك بهم. زين أنت هواية ذكرت حملات قمتوا بها، سواء المناشدة اللي وصلتكم من الرجل المسن اللي قمتوا بشراء منزل إلى، أو الحالات الصعبة اليوم اللي قمتوا بإجراء عملية إلها، هواية حالات قمتوا بها. هل يا ترى اليوم
الجهات الحكومية ساعدتكم بهذا الموضوع؟ ناشدتوهم، طلبتوا منهم مساعدة لو هي كانت فقط من أدواتكم الخاصة ومن مجهودكم الشخصي؟ هو الشيء بالشيء يذكر. طيب، أنا اتصلت بي صديقتكم ما أعرف منه رغم مغرب وجاوبته، فما أعرف المادة واصلة لكم مو صحيح؟ معدتنا مريم، تحياتنا لها. تحياتنا لها. المادة واصلة لكم معناها واصلة. تمام، معناها العمل واصل، الجهد واصل. طبعا. وهذا احنا ما نسميها مساعدة، لا نسميها واجب. واجبنا واصل يمهم، معناها يشاهدون اللي جاي يصير. اكيد اروح انا ناشد لو اقول لهم تعالوا شوفوني او كرموني؟ لا، غلط غلط، كلش غلط. ومستحيل بيوم من الايام اي جهة سياسية، ابن كان من يكون، وريث كان من يكون، وكان من يكون، لا بدعوة ولا بقعدة ولا بسالفة ولا بضحكة ولا بدعم ولا بمناشدة. إذا استدل من كلامك فقط من مجهودكم الشخصي، أي تعاون ما صار من قبل نهائياً جهات الحكومية وياكم نهائياً. أنا كثير يدخلوا لي على الخاص يقولوا لي دعمك منين؟ يا حزب يا حزب دعمك ويا جهة دعمتك. قلت لهم لا غلط، هذا مو داعميني، هذا العمل المؤتمن. بالضبط. فشلون نحقق الدعم وشلون نحقق منين نجيب هذا الدعم؟ يعني حقيقة نعم، الشغل يلفت الانتباه، وهذا كم يلفت الانتباه للمشاهد. عندنا كثير من وسائل الدعم اللي هو ذكرت لكم اياه، بيج رسم الشباب المرتبين اللي يرسمون اللوحات، والشغل الاخر اللي هم الاساتذة الدراسات العليا اللي يكتبون البحوث الجامعية. يبقى اسبوع، اربعة ايام، خمسة ايام يكتب، يعني يتبرعون بفلوس هذه البحوث؟ نعم، اصدقاء هم دراسات عليا يكتبون البحوث، بحوث جامعية، نعم، بحوث جامعية، ويتبرعون بمبلغ مالتها للحملة. الدعم الآخر اللي هو دعم، عندنا حسابات على الانستغرام، هذه الحسابات هم مو تابعين، لا هم أصدقائنا، لكن الأمر الجيد والجميل بيهم يشتغلون إعلانات على الانستغرام، ومبالغ الإعلانات يدزونها دعم. حلو. طيب شنو الصعوبات اليوم اللي عندكم أنتوا كعائلة منعوفكم اللي تتمنى تلقون لها حلول؟ هي مو مشكلة أساسية تقريبا، بس أكيد أكو مصاعب، لكن هي مشكلة تكميلية، إذا انحلت هواي أمور راح تتكمل. اللي هو التعاون. إحنا نفتقد للتعاون مع كثير من الإعلاميين والمشاهير. يعني أنا قلت لك كل الحب والاحترام الفريق في تامين والدكتور عمر العزاوي والصديقنا والحبيب الإعلامي بكر خالد. حقيقة عد ما وصلت المناشدة التفتوا لها بكل حب وبكل احترام وسددوها، ومو بس هذه، بقوا متواصلين ويانا بتسديد الحالات خلف الكواليس. يعني إذا احنا اليوم نشوف الكل يحدي على هذه الخطوة اللي حذاها صديقنا بكر خالد أو صديقنا دكتور عمر على التعاون، راح نحل كل الأزمات وكل المشاكل إيد بيد، ننطلق بنفس السرب. تمام. طيب، هذا اللي نفتقده احنا. حمزه، انت هذا المجال ياخذ وقت من الانسان واهتمامه ويمكن من روتينا اليومي، يعني يكون الى الحيز الاكبر، لانه دائما مناشدات، دائما اتصالات، دائما تروح تتفقد والى اخره. طيب، جانب الكتابه اللي عندك، انت تكتب وروائي وعندك نتاجات ادبيه، هذه نعرفها، خلي المشاهد ايضا يعرف هذه التفاصيل، وبالذات عن عمل اخر اللي هو اسمه مصاصي الدعاء. واصلكم. جيد. فلنغرق. يعني فلنغرق عندك. فلنغرق هو مصدر. فلنغرق. ومصاصي الدعاء. مصاصي الدعاء. هذا أعرف شلون وصلكم. شلون وصلنا؟ لأنه إحنا عندنا استخبارات قوية. جيد. تينة. فأريد أعرف هذه التفاصيل، يعني وهاي الأعمال تمت فترات وظروف جدا صعبة. فلنغرق هو الجحيم على اليابسة. فاليوم كل شيء شد للغة. ها طبعا مو دعوة للانتحار، هسه راح ينتحرون ذبونها. هي مو دعوة لي انت، حضر نفسك ولا حق الانتحار. لا، من باب من قريب ما نعرف نسمع. دعوة انه الرفع سقف الاسى، فلنغرق الجحيم على اليابسة. اذا ترادفها بالعكس راح تلقى فيها هواي اشياء جميلة. فهو هذا الكتاب يتناول شتى المجالات والادب السارتري ضمن المدرسة السارترية. هذا الكتاب منتج من 2015، لكن واجهت به عرقلة كلش كثيرة بالطبع، لكون هذا الكتاب يتناول قضايا جريئة وقضايا مباشرة.
فاحنا اليوم انه اذا نرجع للشارع، انا طبعا ابن شارع المتنبي، اذا رجعت اليوم الشارع المتنبي راح نتحدث مو بحلقه وحلقتين وعشر، يمكن ناخذ الفضائيه كلها. تدري حمزه شنو اللي فتني؟ التسميات. نعم. اللي هي فلنغرق ومصاصي الدعاء، شنو المغزى او القصد من هذه التسميه؟ شنو كانت فكره ببالك خاصه؟ طبعا هو مصاصي الدعاء، هسه راح اتحدث لكم عن مصاصي الدعاء. فلنغرق هو انطبع قبل الثوره زين، وتم حفل التوقيع بساحة التحرير. الأصدقاء والمحبين والناس اشتروا الكتاب بمبلغ مادي، وهذا المبلغ راح دعم المحتاجين واللي لا الحقيقة راح دعم لجرحى الثورة ولساحة التحرير، فحقق مبلغ وحقق مبيعات كلش جيدة. تقدر تحكينا شوية عن مضامينهم مضمون فلنغرق بشكل مختصر؟ شنو مضمون هذا مضمونه انه هو نرجع، يعني المشكله اني ارجع للشارع، المشكله ارجع للتقاطع، المشكله ارجع لهذا الطفل اللي يبيع مي، المشكله ارجع لهذا الخريج اللي يبيع شاي. يعني هنا التفصيل خلينا نرجع للاشياء اللي غرقان بها العراق، الحالات السلبيه اللي عندنا اللي احنا غرقانين بها وماكو من شخص. ارجع لك لهذا الشهيد اللي هو انقتل ما اعرف عليه ليش. شنو لا تقول لي على شنو الدعوه للقتل؟ كل شيء يدعي للموت في بلدنا، كل شيء يدعي للقتل والاضطهاد. صح، هسه هذا عرفناه زين. مصاصي الدعاء، مصاصي الدعاء انه هي روايه، بس هذه الروايه انه هي خيال فلسفي لجرائتها رفضت تنطبع بالعراق. شنو كان مضمونها؟ مضمونها هو سياسي، يعني رفضت انه تطبع بالعراق. نعم، وان شاء الله تنطبع بالامارات، فلجرائتها. نعم رفضت بالعراق طلبوا من عندي 3000 دولار، قلت له انا لو عندي 3000 دولار اوزعها او افتح لي بيها، هذا قبل لا اروح اوزعها وانتهى الموضوع ما يحتاج. قال لي مو راح اطبع لك اياها بدون اسم دار، قلت له لا غلط، انا اريد بها اسم الدار وبها اسمي وحتى عنوان بيتي، حتى اللي يريدني يجيني البيت. والامارات شلون وافقت؟ الامارات لا، الامارات عندما رسلتها لهم الاحد الدور قال لي اوكي استاذ اني 10 ايام وارجع لك جواب. بالاول قال لي استاذ، فورا 3 ايام بيوم الرابع رجع لي الجواب، عند ما اتصل بي قال لي جلالتك حلو. اها نعم. حلو، قال لي هذه الروايه راح تدخل مزاد سينمائي. سبب التسميه والمغزى منها مصاصي الدعاء اللي هم المتنكرين بزي رجال الدين، او اللي هم اليوم رجال الدين. اها نعم، للحقيقه وللامانه انه اليوم وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. هو مصاصي الدعاء. وصلت الفكرة. أي أكيد، أنا التسمية هي واضحة أصلاً يعني. نعم. أي المتشبهين بهذا الموضوع. بالضبط أكيد. بالضبط. طيب قبل شوي أنت قلت لي على هواية أشياء وصعوبات، وقلت لي على المواضيع اللي أتمنى نحلها، وكل هاي التفاصيل حكينا بها وصولاً إلى مصاصي الدعاء. فأنا أتمنى لك إنه يطبع فعلاً هذا. إن شاء الله. الكتاب ويبصر النور. أكيد. إن شاء الله. صراحة. إن شاء زين الله. ما حكيت لنا عن المعوقات واليوم المشاكل يلي واجهتكم بحملة منعوفكم، واللي تتمنى انه تنحل وتعدي وهذه الحملة تصير مثل ما انتم تريدون، واليوم عملكم يصير بشكل سلس. مشاكل أمنية، نواجه المشاكل الأمنية. انتم منو زين، وانتم شنو دعمكم أمنيا باعتباركم مو جهة رسمية؟ نعم، بس انا اللي جاي اقدم لنا متفضل بجهة رسمية. تمام. يعني انا اليوم جاي امد يد عون، جاي اساعد، وغايتك واضحه حتى والشباب، وكل شيء واضح، شغلي واضح وكل شيء واضح. لا انت منو؟ شنو المطلوب؟ دعوه. شنو المطلوب؟ انا مرفوع علي دعوتين بسبب بلازما الدم، انا اكافح بلازما الدم جاي تنباع ب60 ورقه وب40 ورقه. صح. انا ذول الاشخاص جاي اسلمهم للجهات الامنيه، مرفوع علي دعوتين لكون الضابط الفلاني يشتغل بتجاره بلازما الدم. نعم ضباط. نعم نعم، تعارض مصالح الشخصية. نعم ضباط ورتب، يعني اسماء معروفه بالدوله تشتغل بهذا المجال، ما حد يقدر يحكي وياها، ما حد يقدر يجيب اسمها، هذه للامانه. تاجرون ببلازما الدم. نعم، بلازما الدم جاي تنباع ب 40 وب 50 وب 60 يعني ورقه. يعني حبيبي هو اللي تاجر بارواح البشر، ما يتاجر ببلازما الدم. نعم، فاحنا يعني احنا بلازما الدم عندنا، احنا بلازما الدم عندنا مجانا المفروض. هو احنا عندنا مجانا طبعا، يعني هسه احنا واصلين اكثر من 70,000 رابط حاله، كله موثق بالتاريخ وباليوم. اكثر من 70,000 رابط حاله احنا رابطيها مجانا، والضباط
جاي يتاجرون بيها للاسف، ورفعوا علي دعوتين شخصيا انا. تالي شنو اللي صار؟ لا حليت الحمد لله. ممتاز الحمد لله. ممتاز. طيب حمزه، بالمستقبل القريب والبعيد شنو طموحاتك واحلامك على المستوى الشخصي وعلى الصعيد الانساني؟ كل احلامنا وحتى احلامكم العامه طبعا وطن. وطن زين. هذا الحلم نبقى نحلم به بدون تحقيق. اكيد. يعني انت اليوم بدك تحكي عن الوطن، خلي نشوف نهايه قصه رمضان اللي ساعدته وانتم اعطيتوه وطن صغير اللي هو البيت طبعاً اللي احنا بنعيشه. على المستوى الشخصي وطن. ما بيش. احنا كليتنا هذه امنيتنا انه نعيش ببلد امن، ببلد خالي من كل المعوقات اللي نعيشها اليوم، من كل الامور السلبيه، من كل الغرق اللي غرقانين به احنا، بكل يعني احنا كل طوائفنا الموجوده بالعراق، احنا كليتنا مرجعنا بالاول والاخير يصب بالبلد والقلب طبعاً. اللي هو العراق. فاحنا نتمنى اليوم من الجهات المعنيه، الجهات الحكوميه، انه تلتفت لهذه الطاقات الشبابيه الموجوده، سهل امورهم على الاقل، وخلوهم يكونون هم شبكات لكم، يشوفون حالات المواطن العراقي واحتياجاتهم وتوصلكم رسائلهم اكيد، حتى عسى ولعل انه تساعدوهم وتوفروا لهم كل ما يحتاجوا. واتمنى ان توفروا لهم شغله اساسيه، انه هذه المعوقات الامنيه، انه تسهيلات امنيه. اتمنى يعني بدل ما تكون معوقات تكون لهم تسهيلات حتى يساعدون بها كل ناسنا واهلنا. احنا ما نقول نساعد اي شخص، لا، انا نساعد اخويا ونساعد اختي ونساعد والدي ووالدتي، لانه احنا كليتنا بلد واحد، واللي هو مو قد هذه المسؤوليه خليه يطلع منها. فعلا حمزه عيسى كاتب وروائي وحقوقي، شكرا لك، نورتنا. كل الحب. صاحب حمله منعوفكم، نتمنى اليوم هوايه شباب يحذو حدوكم، انت وشباب تحياتنا لهم اكيد. كل الحب والاحترام والامتنان لحضرتكم والكوادركم ولكل طاقتنا الشبابيه. يا ربي نلتقيكم على امل المحبه والسعاده والموده. يا ربي ان شاء الله. اذا حمزه خلي نشوف احنا وياكم مشاهدين راح نشوف فيديو عن حمله منعوفكم اللي هو صار تحديدا برمضان، وقاموا باهداء بيت او منزل اللي هو شخص اسمه رمضان، اهدوا له منزل كان حلم حياته. فخلي نشوف احنا وياكم هذا الفيديو من حمله منعوفكم. باذن الله هذا البيت صار لك رسمي. بالاتفاق وبالشهود وندفع المبلغ مالته، وماكو اي بشر يقدر واسع عقبه يجي يتلاعب بالامور. الفلوس اندفعت وبعاتق انه خلال 10 ايام البيت يتسلم لك. وكل إذا مشاهدينا الكرام أكيد بنهاية محورنا نتمنى